مساء الخير، بونسوار تو الموند. اليوم وصلنا للحلقة 18 من الفرنسي لغير ناطقين بها أو الفرنسي المبتدئين. بتمنى وش بالبداية تكونوا بصحة وسلام إن شاء الله. في بالبداية قبل ما أبدأ، في كومنت وصلني وللأسف إنه المرة الماضية ما قدرت شفته متأخر بحكم إني بشرح، فما بقدرش أشوف الكومنتس دائماً، فحاب أرد عليه. حبيت أن أرد عليه شخصياً أفضل من الكتابة. بقدر جداً الفيدباك تاعه وبرحب فيه، يعني طبعاً أستاذ عون أتوقع وعوني أو شيء زي هيك. شكراً له على الفيدباك. طبعاً دائماً بنتظر الفيدباك تاع المشاهدين عشان نعرف إيش بيهمهم أكثر. كان اقتراح أخونا إنه نركز على السبيكينج، نركز على الحكي. فالسؤال هنا إنه أوكي أنا معك، أنا هدفي بالنهاية، لأن أنا كنت أدرس الموظفين الحكوميين هون بأوتاوا وجاتينو، فالهدف هو بالنهاية الحكي. صحيح إن الامتحان مقسم مثلاً بالنسبة للترقية بالحكومة وكذا، الامتحان مقسم إلى 3 أقسام رئيسية اللي هي السبيكينج آخر شيء، بس في عندنا الجرامر وفي عندنا القواعد وفي عندنا الكومبرينشن الفهم عن طريق القطع. أنا يعني بتشكره على الفيدباك، كثير غني. المهم أنا معه إنه بالنهاية إحنا بدنا نوصل إنه نحكي فرنسي، فتعلم اللغة بالنهاية هو إرسال رسالة واستقبال رسالة، لكن الطريقة هي هون الأساس. الاقتراح تاعه إنه مثلاً إنه إحنا نحكي سوا، نجيب ناس مثلاً نحكي سوا فرنسي وكذا، إنه ما نحكي قواعد نهائياً، ألغي البورد كامل، ما في عنا وايت بورد، ما عنا قواعد نهائياً، أعطيكم كلمات واحفظوهم. هاي الطريقة اللي هي الطريقة الكلاسيكية القديمة جداً، اللي هي قائمة على أساس أنه أنا أعطيك كتاب كيف تتعلم الفرنسية في 5 أيام أو في أسبوع. هذا أوكي، بفيدك أنك تلفظ، ممكن بأغلب الأحيان خطأ طبعاً، كلمات معينة وجمل. أوكي، هذا الإشي كثير مهم، إحنا بدنا نتعلم نلفظ، إحنا بدنا شخص ما يروح يشتري إشي يعرف يعمله. لكن أنا ما بتبع اللي هو إيكيا، يعني مثلا زي ما نحكي الأطفال الصغار بتعلموا اللغة من المجتمع، هذا إشي طبيعي، بتعلموا اللغة من آبائهم، عشان هيك تسمى اللغة الأم، تعلمها من أمه. لكن هذا الإشي أو مثلا المناطق السياحية بنلاقي ناس كثير تعلموا اللغة هم بيعرفوش يكتبوها. أوكي، هاي قائمة على الحفظ، هاي قائمة على الحفظ، يعني حفظ اللفظ حفظ كذا، بس بنعرف شو رسم الكلمات. يعني زي نطلب من واحد، أنا أعطيك مثلا كلمات بلغة ما بتعرفهاش وما كانت اللغة، وأحكي لك هاي معناها كذا كذا باللغة مثلا الروسية أو الصينية أو بغض النظر، أنت حتحفظها، لكن بعد فترة معينة حتنساها إذا ما مارستهاش. فهذا بيعتمد كله على الذاكرة، والذاكرة يعني إحنا عارفين إنه الإنسان بالعصر الحالي اعتماده كثير قل على الذاكرة جدا، واعتماده صار كله إنه يكتب ويحط كالندرز وكذا كذا، الاعتماد على الذاكرة قل كثير. هاي الأسلوب بتمنى يكون ينجح، بس ما راح ينجح للأسف. إحنا بدنا لازم نعرف البيسكس، لازم نعرف الأساسيات اللي هي كيف أركب جملة، كيف أعمل جملة، متى أحط حرف الجر، على أساس إنه أنا إذا قدرت أحفظ كلمة تدخل باللونج تيرم ميموري، ما تظلها بس إنه بالشورت تيرم وبعدين أنساها مباشرة بعدها. فإحنا هدفنا بالنهاية اللي هو نقدر نحكي فرنسي ونقدر نستقبل ونفهم فرنسي. لكن أسلوب مثلا إنه إحنا في عنا ناس كثير، مثلا بنلاحظ ناس كثير إنه عايشين مثلا هون منطقة أوتاوا نقدر العاصمة، في ناس كثير عايشين بجاتينو لهم 10 سنوات وعشرين سنة كمان، وأولادهم بيحكوا فرنسي لكن بالنهاية هم ما بيحكوا فرنسي، قديش سمعوا اللغة بس ما بيحكوها. أما لو إنهم أخذوا فقط البدايات تاعت اللغة الفرنسية، عرفوا كيف تركيب الجملة، شو القواعد المستخدمة، كيف بنستخدم متى هاي ومتى هاي، وقتها أي إشي بسمعوه بيقدروا يحللوه فبيحفظوه. الإشي إذا قدرنا نفهمه نحفظه، إذا ما قدرنا نفهمه صعب نحفظه، وإذا حفظناه بعد يعني بعصارة جهد راح نرد ننسى. فعشان هيك إحنا لساتنا في مرحلة مبتدئين، لازم نعرف البيسك قبل ما ندخل المرحلة. وأنا مركز معكم من البداية إنه على الحكي وعلى اللفظ أساساً، يعني لحد الآن قواعد فعلاً أخذنا البريزنت المضارع فقط، مش كل الأفعال كمان، لسه ما أخذناش حتى الماضي، يعني من أسهل الأفعال بأخذوها بالبداية ما أعطيتكم إياها، لأنه إحنا مركزين إنه من نلفظ صح ونعمل صح، عشان فترة فترات إنه الإنسان يقدر إذا قرأ
يفهم تركيب الجملة، يقدر يقيس عليها ويعمل جملة. ومعنى كلمة سهل يطول من القاموس يحفظها، لكن إحنا بدنا نعرف معنى الكلمة من خلال الجملة وليس معنى منفرد، لأنه بتغير المعنى منها. يقدر إذا سمع إشي يقدر يحللها، زي ما نيجي نحكي كلمة بالليزون الموجود، يعرف إنه الليزون إنه في أس جايبين حرفين علي عشان هيك لفظة كذا. مثلا زي ما حكينا إيلزون فعل أفوار، نعرف إنه إيلزون هو أفوار، إيلسون هو فعل إتر. في فرق شاسع بين الفعلين بس بلفظ الأس والزد، فهي الأشياء راح تفيدنا. أو بالبداية قبل ما أبدأ اليوم حنأخذ إشي جديد إن شاء الله في كومنت. السلام عليكم، هتتوفر سلسلة الحلقات الكاملة؟ نعم موجودة إن شاء الله، هبعث لكم اللينك بس أخلص. موجودة على اليوتيوب في قناة كنار تي في، موجودة بتروح على اليوتيوب في بلاي ليست كاملة اللي اسمها تدريس الفرنسية أو اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها، بتلاقي كل الحلقات كاملة معمولها داونلود ذير. فببعث لك اللينك إن شاء الله، ببعث لكم اللينك بعد الحصة، وإذا أي واحد على الكاونتر ممكن يبعث لكم إياه. اليوم إن شاء الله حنأخذ إشي يركز على الأوغاد، هعملكم شير سكرين. حنأخذ، إحنا أخذنا بالبداية مر معنا كيف سوبخيزونتي، حكينا سوبخيزونتي اللي هي إيش، واحد يعرف عن نفسه. نعرف التعريف الكلاسيكي، كيفك شو أخبارك، إنه بونجور أو بونسوار أو سالو، كومون سافا، سافا بيان، ميرسي، هذا بنعرفه. نتعمق شوي أكثر، إنه تحكي إنه مش بس شو اسمك، إنه تحكي عمرك، تحكي مهنتك، تحكي شو بتسوي. هذا الإشي بيفيدنا تركيب الجمل. ما زلت معكم بالجمل البسيطة، ما بدي أعطيكم جملة معقدة وطويلة جدا، ما زلنا بالجمل البسيطة، لأنه إذا اللغة قائمة على الجمل البسيطة، أنت عرفت تركب جملة من فاعل وفعل ومفعول به، فأنت قدرت تركب جملة. مش شرط أنك طولها كثير، عادي أعملها جمل في المرحلة الأولى، بعدين بتقدر تصير تدخل أدوات الربط. بس نأخذها سوبخيزونتي، بدنا نعرف ايش انه سو، حكينا عنها برونومينال انه فعل منعكس. يوم نشوف سو بالبدايه قبل الفعل، بدنا نعرف انه هذا فعل منعكس. ايش معناه انه الفاعل والمفعول به نفس الشيء؟ فانا يوم احكي سوبخيزونتي معناته ايش؟ واحد يعرف عن نفسه، يعني يقدم نفسه، فهو اللي بده يقدم وبده يقدم نفسه، فالفاعل والمفعول به هما نفس الشخص. أما إذا حكيت بخيزانتي لحالها بدون سو، فبتصير إنه واحد يقدم شخص آخر، يعني أو تبريزنت مثلا أي شيء، باوربوينت أو كذا. نحكي بونجور، نعرفها، بونجور جو مابيل لوكاس، بونجور جو مابيل لوكاس، اسمي لوكاس، جي 42 عام، عمري جي 42 عام. نعرف بالعمر، أنا حكيت أخطوقها قبل، لكن بالعمر نستخدم فعل avoir وليس être، يعني verb to have مع العمر وليس verb to be. انتبه جيدا لهذا. جو مابيل لوكاس، أخذنا جو مابيل وأعطينا عليها أمثلة كثيرة. جي 42 عام، أخذنا الأرقام، فبنعرف أنه 42 اللي هي 42، 42 42، ما أنه عام اللي هي السنة أخذناها كمان، في حرف عن إكس فتصير 42 عام. نعمل الليزون اللي حكينا عنه دائما، 42 عام. دونك جو مابيل لوكاس، جي 42 عام، عمري 42 سنة. اي جو سوي اغريكولتور، جو سوي اغريكولتور يعني مزارع، اغريكولتور مزارع. جو سوي اغريكولتور. جو ترافاي دون اون فيرم ا كيبيك، أنا بعمل في فيرم اللي هي مزرعة، اون فيرم ا كيبيك، في ايش؟ كيبيك سيتي، مدينة كيبيك. جو ترافاي، أنا أعمل دون اون فيرم، في اون فيرم. مزرعة هي مؤنث، عشان هيك استخدمنا اون. جو ترافاي دون اون فيرم ا كيبيك. شايفين كيف اللفظ؟ بونجور، جو مابيل لوكاس، جي 42 عام، et je suis agriculteur. Je travaille dans une ferme à Québec. شخص آخر ممكن أعرف. Bonjour. نفس المبدأ. Je m'appelle Catherine. اسمي Catherine. J'ai 38 ans. 38. اللي أخذناها الأرقام اللي هي 38. 38. 38. J'ai 38 ans. 38 سنة. Je suis médecin. Médecin, طبيب. Je suis médecin. فهون نلاحظ عن العمر حكينا جي،
فعل avoir verb to have. يعني أنا عندي 38 سنة. أنا عندي 38 سنة. يعني بلكنك تحكي بالإنجليزي I have. مش I am, I have. Je suis médecin. لكن مع الوظيفة تاعيتي أنا je suis médecin مثلا هون. مع الوظيفة أنا بستخدم فعل être. اللي هو verb to be. فعل être اللي هو verb to be بالإنجليزي. Je suis médecin. Je travaille dans un hôpital à Kingston. بشتغل بمستشفى في كينغستون. Je travaille dans un hôpital. فنعرفنا إحنا إنه هون لوك agriculteur. فأنا من كلمات agriculteur اللي هي مزارع. في عندي ferme اللي هي مزرعة. هون أنا عندي médecin طبيب. بالمقابل عندي un hôpital مستشفى. Un hôpital مستشفى. لفظة hôpital. Hôpital. الال تلفظهم اوبيتال لكن الاش سايلنت بالبداية حرف الاش الاش سايلنت. سالو مرحبا. جو مابيل مارك اسمي مارك. جي 25 عام عمري 25 سنة. جي 25 عام اي جو سوي ايتيديون انا طالب. ايتيديون طالب هي ستودنت. نفرق بالفرنسي بس نحكي ايتيديون اللي هي طالب جامعي اللي هي طالب جامعي. étudiant طالب جامعي بالفرنسي في فرق. ففرنسي طالب الجامعي له اسم. الهاي سكول له اسم. المدرسة الأساسية لها اسم. وطالب صغير جدا بالبرايمري له اسم. فهون بيختلف باللغة الفرنسية. بس أحكي أنا ليف إليف اللي هي بيكون طالب المدرسة بشكل عام. المدرسة بيحكوا له أنا ليف طالب مدرسة. بس أنا étudiant اللي هي طالب جامعي. ما بقدر احكي عن ايتوديون. يعني الايتوديون اللي هي الطالب البالغ بشكل عام بيكون جامعي. او حتى اذا كان انسان مثلا باخذ دوره معينه وكذا بنقدر نحكي ايتوديون ما في مشكله. لكن هي انسان ما بعد المدرسه. داخل المدرسه بنحكي له ان ايليف. ان ايليف بنحكى ان ايليف. ان ايليف او اون اذا كانت طالبه. Un élève ou une élève. Un élève ou une élève اللي هي طالب. Un élève ou une élève اللي هي طالب المدرسة. طالب المدرسة. لكن زي ما شفنا هون un étudiant اللي هي طالب الجامعة. طالب الجامعة. J'étudie le commerce. بدرس الكوميرس. À Toronto. في تورونتو. تمام؟ فهنا شفنا في étudiant في عندنا طالب جامعي معناته بالمقابل في عندي ايش؟ دراسة. جتدي بدرس. لو كوميرس ا تورونتو مثلا. تورونتو ممكن نحكي يونيفرسيتي في جامعة تورونتو مثلا. سالو جو مابيل ليز. هاي اسمها ليز. جي 50 اي انو عمرها 51 سنة. 50 اي انو 50 اي انو كان لفظ 50 اي انو اخذناهم لفظ الارقام. جو سوي بروفيسور دون ايكول ا مونريال. هي ايش؟ بروفيسور. بس نحكي بروفيسور اللي هي مدرس. بيجي مدرس جامعة مدرس مدرسة ما في مشكلة. هي مدرس بشكل عام. فعشان هيك بيحكوا بروفيسور دون ايكول مدرس في مدرسة. أو بروفيسور ديكول مدرس مدرسة. بروفيسور ديكول معناته مدرس ربطناه بالمدرسة. أموريال. بونجور جو مابيل أرثر. اسمي أرثر أو أختيور بالفضل بالفرنسي. بس بغض النظر الأسماء دائما بتعتمد. يعني ممكن اسم يكون جاي من ثقافة ثانية لأنه الفضاء حسب ثقافته. فالأسماء دائما إلها لفظها الخاص. آرثر أو آرتيور بالفرنسي بالفضو. جي 73 كم عمره؟ عمره 73 سنة. 73 عمره 73 سنة. جو سوي شانتور. شو مهنته؟ شانتور. شانتور معناته مطرب. شانتور مطرب. بس أنا أحكي شانتور اللي هي من الفعل شانتي. شانتي اللي هي يغني. فعل عندي شانتي معناها يغني. شانتي يغني. شانتور اللي هو مطرب. بسوي شانتور مطرب. جابيت أغاتينو وعايش بغاتينو. يعني أرتور أو آرثر عمره 73 سنة. هو شانتور وعايش بكتن. بونجور جو مابيل ماري. هاي اسمها ماري. جي 42 عام
كم عمرها؟ 42 يعني 82 سنة إذا متذكرين الأرقام. 82 سنة. جي 82 اللي هي 82 سنة. قلنا 4 و 20 يعني 24 زائد 2 82 سنة. Je suis actrice. Actrice اللي هي ممثلة. Actrice ممثلة. المذكر منها acteur. بس نحكي un acteur. Un مذكر. Acteur ممثل. المؤنث منها une actrice. Une actrice معناته ممثلة. Une actrice ممثلة. Un acteur ممثل. بس تيجي عادة الـ E, U, R نهاية الجملة نهاية الاسم باللفظ بالفرنسي حرف الإغ. احنا بنعرف انه في كلمات باللفظش الإغ حرف الإغ اللي هو حرف الآر بالنهاية، لكن في حالة أكتور بس تيجي إغ باللفظ الإغ. اون أكتريس اللي هي ممثلة مؤنث. جبيت نيويورك. عايشة وين؟ نيويورك، مدينة نيويورك. جبيت نيويورك، عايشة بمدينة نيويورك. هاي هون مجرد تقديمات عشان ندخل على ايش اللي هم الوظائف. فعندنا هون صار عندنا انا عندي agriculteur و agriculteur لفظها agriculteur اللي هي مزارع، سوري agriculteur مزارع. ferme بيشتغل وين؟ ferme اللي هي مزرعة. agriculteur مزارع. عندنا médecin طبيب. médecin طبيب. بيشتغل وين؟ hôpital في مستشفى. hôpital. في عنا étudiant مهنة الطالب. étudiant قلنا étudiant اللي هو طالب الجامعة. étudiant طالب جامعي. في عنا professeur مدرس، سواء كان بكل مدرسة أو université في جامعة. professeur اللي هي إيش؟ مع école في مدرس مدرسة. عنا chanteur. chanteur اللي هو مطرب، يعني مطرب غناء. chanteur مطرب singer. وبالاخير شفنا ايش؟ اكتريس. اكتريس اللي هي ممثله، وحكيت لكم اكتور الممثل هو المذكر واكتريس تستخدم للمؤنث. هاي هون بعض المهن يوم الانسان يقدم عن نفسه، يقدم نفسه. حكينا عنه التحيه دائما زي بونجور، الاسم جو مابيل كذا كذا، العمر نقول جي اللي هو فعل افوار. ننتبه لها هاي انه انا مع العمر، مع العمر بستخدم فعل avoir. بقول j'ai أو tu as أو هكذا. j'ai مثلا كذا كذا on، أو tu as كذا كذا on. عمرك مثلا 20 ans 20 سنة، مثلا عمري 30 ans 30 سنة، وهكذا. فنستخدم دائما فعل avoir مع العمر، هذا ننتبه له. مش زي الإنجليزي نستخدم فعل avoir. نكمل. هاي بعض المهن، هاي بعض المهن اللي هي أكثر مهن نقدر نستخدمها. بعض المهن يعني كلكو. كلكو يعني بعض. صم كلكو صم. لفظة كلكو 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 صم. كلكو بروفيسيون مهن أو ميتيه. ميتيه وبروفيسيون نفس الشيء، اللي معناها مهن، معناها مهن. بروفيسيون أو ميتيه نفس المعنى، معناها مهنة. أول شيء لو garagiste. لو garagiste. garagiste لفظة garagiste من garage. garage الكراج. garagiste مين هو؟ اللي هو الميكانيكي. garagiste الميكانيكي. إلو كمان ميكانيسيان، نقدر نستخدم ميكانيسيان، نقدر نستخدم garagiste أساس إنه هو المسؤول عن الكراج، نقدر نحكي. فعندنا استخدامين، garagiste اللي هو ميكانيكي أو ميكانيسيان. ميكانيسيان ميكانيسيان أو garagiste اللي هو الميكانيكي. شو بيعمل؟ répare votre voiture، يصلح سيارتك. répare من فعل réparer، فعل منتظم. réparer اللي هو يصلح. to repair. réparer to repair. réparer répare votre voiture، سيارتك. يصلح سيارتك. لو دكتور. دكتور اللي هو الطبيب. لو دكتور
طبيب، نقدر نحكي دكتور، نقدر نحكي ميدسان، تمام؟ دكتور أو ميدسان، اثنين صحيح. نقدر نحكي ميدسان زي ما شفنا قبل، نقدر نحكي دكتور. vous soignez، دكتور vous soignez، soigne اللي هو إيش؟ يعالج، soigne يعالج، دكتور بيعالج. l'agent immobilier، l'agent immobilier اللي هو إيش؟ real estate، l'agent immobilier اللي هو real estate اللي هو مندوب المبيعات تاعت البنايات أو الأراضي، العقارات، مندوب عقارات. lui et vend des maisons، lui يستأجر، lui le tenant يستأجر، et vend يبيع، lui et vend يعني يؤجر، هون تجي معناها يؤجر أو يبيع des maisons بيوت. lui et vend، إذا استخدمت je lui معناته أنا أستأجر، I rent. أما مثلا شخص يؤجر بالصير، تمام؟ هون شو بعمل؟ هو lui et vend des maisons، يؤجر ويبيع الميزون. lui هون لوي، فعل لوي بس بضيف له ار بصير انفينيتيف لو فعل مضارع. فون لي فوندر يبيع، فون فوندر. لو كوافور، كوافور معروف كوافير لو الحلاق او كوافور، كوافور لي كوافير. كوب فو شوفو بقص شعر او شعره، كوب فو شوفو اللي هو ايش؟ الكوافور، كوافور، كوافور. شايفين دكتور كوافور تنتهي بـ-U-R باللفظ الـ-R، الـ-R بالنهاية باللفظ R، كوافور، دكتور. بس مثلا هون رقم ثلاث agent immobilier، إيه agent immobilier، agent immobilier، immobilier ما بتنلفظ الـ-R بالنهاية. خمسة le facteur، facteur اللي هو الساعي البريد، اللي هو موظف داخل البريد اللي بوصل الرسائل، اللي هو الساعي، موظف البريد اللي بوصل الرسائل. post voletre يعني ببعث الرسائل، بوست من هي من فعل بوست اللي هي ايش؟ بختم الرسائل ببعثها، بوصل الرسائل. ليبرير، لو ليبرير، ليبرير. هلا في عندنا اللغه الفرنسيه لكلمه مكتبه شفناها المره الماضيه، احنا المره الماضيه او قبلها، ليبراري، ليبراري يعني زي الفعل هون ليبرير من ليبراري، بحط بعد الار اي، ليبراري اللي هو بصير المكتبة، لكن المكتبة اللي هي البوك ستور اللي بتبيع الكتب. أما إذا حكيت ببيوتك شفناها المرة الماضية، ببيوتك اللي هي إيش؟ المكتبة اللي بنروح نستعير منها الكتب، اللي بنستعير منها الكتب أو المكتبة داخل البيت صغيرة. أما بس نحكي ليبرير هو اللي ببيع الكتب، مش الموظف بالمكتبة العامة نروح نستأجر كتب أو كذا، لا بنأخذ كتب نستعير كتب، لا ليبرير اللي هو اللي ببيع الكتب، يعني في مكتبة البوك ستور، بالبوك ستور في بيع الكتب. فون ديليفر ببيع كتب، فون من فعل فوندر، ديليفر. لو غارسون دو كافيه، غارسون دو كافيه اللي هو ايش؟ اللي بخدم بالسير، اللي بخدم بالقهوه، اللي بخدم بالمطعم، بخدم بكافي مطعم ببار اي شيء نسميه لو غارسون دو كافيه. لو سير دو كونسوماسيون، كونسوماسيون اللي هي ايش؟ الاشياء اللي نستهلك، الطلبات يعني، بقدم الطلبات او بخدم الطلبات. لو اللي هو لو غارسون، غارسون معناها طفل او ولد يعني بالاحرى، رجل ولد شاب. لو غارسون دو كافي عشان هيك بسموه طفل القهوه، طفل القهوه اللي هو بالعربي احنا نقول الغارسون مناطقنا. لو بولانجي، لو بولانجي اللي هو الخباز، البولونجي الخباز اللي بيشتغل بمخبز، بولونجي اللي بيشتغل بمخبز، بولونجي. فون دو بان اي دو كرواسون، ببيع الخبز والكرواسون اللي هو الهلال، الكرواسون. فون دو بان اي دو كرواسون، فون دو بان اي دو كرواسون اللي هو بولونجي، لفظه بولونجي، لازم تركزوا على اللفظ بولونجي، بولونجي. لاكتور تونا شفناها، لاكتور اللي هو الممثل، حكينا المؤنث اكتريس، اكتريس زي ما مر معنا اكتريس الممثلة، هون عندنا اكتور، لاكتور اللي هو الممثل، لاكتور. جو دي فيلم اي دي سيري، جو عندنا ايش؟ الفعل
جوي. الفعل جوي. الفعل جوي معناها يلعب. الأصل جوي معناها يلعب. لكن تستخدم بمعنى لعب الدور. يعني بيستخدموها الممثلين بالأفلام بالكذا بمعنى لعب الدور. فبستخدم جوي لحالها. مثلا بدل ما نقول جوي أن رول. مثلا لعب دور. play the role مثلا of تتتا. مثلا لا جوي بستخدمها لحالها. هي معناها الأصل يلعب يعني to play. تمام؟ لكن بيستخدموها بالأفلام بمعنى الممثلين عشان بما معناه يلعب دور. معناها بصير معناها يمثل. يعني هون جو دي فيلم. بيلعب أدوار داخل الفيلم أو يمثل يعني في فيلم نحكي بالعربي. إيه أو دي سيري. سيري اللي هي السيريز اللي هي تي في شوز المسلسلات. اللي هي المسلسلات. سيري المسلسلات. وفيلم اللي هي الموفيز الأفلام. Le dentiste. Dentiste طبيب الأسنان. Dentiste طبيب الأسنان. جاي من دون بس أحكي دون لحالها مع التاء. ما بصير معناها السن. Dent معناها سن. Dent معناها سن. Dentiste معناها طبيب الأسنان. Soigne les dents. هاي. Soigne les dents بيعالج الأسنان. Soigne les dents بيعالج الأسنان. اللي هو لو dentiste دكتور او médecin. دكتور او médecin طبيب بشكل عام. طبيب العام يعني. le dentiste اللي هو طبيب الاسنان. le dentiste. l'employé de banque. employé معناها ايش؟ employé موظف بشكل عام. موظف بشكل عام. l'employé de banque اللي هي موظف البنك. L'employé du bank, موظف البنك. شو بيعمل؟ Ouvre des comptes. يعني أحد مهامه اللي هي فتح حسابات. Compte اللي هي account. الكونت اللي هي account. لفظها compte. يعني P silent. Compte. يعني بتلفظ طرف الأم مع طرف البي. Compte. Ouvre des comptes. Donc, l'employé du bank, موظف البنك. Ouvre des comptes. بفتح حسابات. Compte اللي هي قلنا account. تستخدم مثلا حساب بنكي. تستخدم حساب على الفيسبوك. تستخدم حساب بأي منتدى أو أي قناة معينة. Le pharmacien. Le pharmacien. Pharmacien. Pharmacien اللي هو الموظف الصيدلي. موظف الصيدلية. الصيدلي. Le pharmacien. Pharmacien اللي هو الصيدلي. Le pharmacien, الصيدلي. شو بعمل؟ Vend des médicaments. ببيع الأدوية. Vend des médicaments. Vend, اللي هو فعل vendre. Vend, اللي هو فعل vendre. فعل عندي vendre معناه يبيع. To sell. Vendre معناه يبيع. تصريفه بالمضارع. Je vends. Tu vends, نفس الشيء. Il, elle, on vend. Nous vendons. Vous vendez. Ou il, elle, vendent. هاي تصريفه بالمضارع. Je vends, vends. Tu vends. Je vends, tu vends, il, elle, on vend. تقريبا يعني معناته هون نفس اللفظ vend. معناته هون عندنا اس. زي ما قلت لكم دائما تصريفهم تلاقي في شوية اختلاف بسيط بيناتهم. Nous vendons, vendons. Vous vendez, vous vendez. Il, elle, vend. Il, elle, vend. هون نلفظ الد مع il, elle, الجماعة مع لك مع il, elle, هون ما بنلفظ الد. هون لأنه بعديها حرف ال. هاي بالنسبة لتصريف فعل vendre. فهون أنا عندي صار le pharmacien vend des médicaments. Pharmacien vend des médicaments اللي هو ببيع إيش الأدوية. Le pharmacien vend des médicaments ببيع الأدوية. اللي هو فعل vendre حكينا.
ميديكامون الأدوية بشكل عام ميديكامون الأدوية. le pompier le pompier لفظة pompier pompier البومبيه نش نفرق عن بلومبيه إذا كان في عندي ال بصير له السباك اللي بصلح مثلا أشياء السباك اللي بصلح مثلا المغاسل وكذا بالبيت أو أمور الصرف الصحي كاملة البلومبيه إذا كان فيها ال أما بومبيه بدون ال بومبيه اللي هو رجل الإطفاء أو رجل الإسعافات الإطفاء أو الإسعافات يعني رجل بيكون بالأمبالانس أو رجل الإطفاء الثنتين فهو شو بيعمل مهمته الرئيسية aid les personnes en détresse اللي هو بيساعد aid من فعل aider يساعد les personnes الأشخاص أو الناس en détresse اللي عندهم إيش مشاكل بيساعد الناس اللي بمشاكل أو بضغوطات يعني اللي هو pompier pompier اللي هو رجل إطفاء أو رجل إسعافات اللي بيكون بالأمبالانس عادة الإطفاء أو الإسعافات le pompier فصار عندنا هون 13 مهنة لو غاراجيست شايفين لفظ هون غاراجيست بعدين جي صارت لأنه جي بعدها إي هون لكن هون بعدها آ اللي متذكرين بالبداية أخذناه بأول كم حصة لو غاراجيست لو غاراجيست غاراجيست حكينا نقدر نحكي غاراجيست أو ميكانيسيان اللي هو ميكانيكي غاراجيست أو ميكانيسيان لو ميكانيسيان ميكانيسيان garagiste le docteur الطبيب او le médecin le médecin docteur le docteur le médecin طبيب l'agent immobilier اللي هو real estate مندوب المبيعات تاعت العقارات مندوب عقارات le coiffeur coiffeur اللي هو مسرح الشعر او اللي هو الحلاق بدنا نحكي coiffeur coiffeur يعني le facteur ننتبه هون فاكتور قلنا ساعي بريد اللي هو بوصل الرسائل لكن اذا قلنا فاكتور باليو بصير معناها مرت معنا بصير معناها البل اللي هي الفاتوره فبدنا ننتبه باللفظ فانا بس احكي عندي هون بس عندي ان فاكتور او اون فاكتور هون تور نهايتها تور فاكتور اللي هي الفاتورة تبتروح مثلا تشتري اشي بتاخذ فاكتور فاتورة اللي هي فاتورة فاكتور فاكتور اللي هي ساعة البريد فاكتور اللي هي ساعي البريد في فرق بيناتهم انتبهون فاكتور ساعة البريد فاكتور اير تلك التم اير فاكتور اللي هي بتصير البيل او الفاتوره ليبراري حكينا لو ليبراري ليبراري اللي هو اللي بيبيع الكتب اللي بيشتغل بمكتبه بيع كتب البوك ستور لو غارسون دو كافيه اللي هو الغارسون بالمطعم او كذا لو غارسون دو كافيه دو كافيه لو بولانجي بولانجي الخباز بولانجي خباز بيشتغل مخبز لاكتور ممثل حكينا المؤنث شفناها اكتريس مختلفه لاكتور ممثل دونتيست طبيب اسنان دونتيست طبيب اسنان لامبلويي دو بانك لامبلويي دو بانك اللي هو ايش موظف البنك لامبلويي دو بانك موظف بنك لو فارماسيان الصيدلاني فارماسيان الصيدلاني لو بومبيي اللي هو رجل اسعافات او الرجل الإطفاء لو بومبيه حاولوا رجعوهم احفظوهم احفظوهم كويس تقدر تبحثوا عنهم مثلا على أي قاموس معين تقدر تلاقي تأخذ هيك كلمات اللي بيستخدموها مثلا وكذا بأثناء عملياتهم وإحنا إن شاء الله مع الوقت رايحين نصير نعطي أكثر عن كل زي ما شفنا المرة الماضية أشياء كلمات مكتبية شو بنعمل بالمكتب نصير نطورها من كلمات لحد تصير أكثر من كلمات انه تصير عندنا جمل انا اي شيء مهني معينه شو الجمل اللي بستخدمها الافعال بستخدمها والاشياء الموجوده حوالي داخل هاي المهنه وبتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه بون سواغي ونشوفكم ان شاء الله الثلاثاء القادم بون